السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. أرحب بضيوفي الكرام، معنا الإعلامي والكاتب والمشاكس الأستاذ قينا الغامدي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. ومعنا أيضا المحلل السياسي الأستاذ عقل الباهي، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. ومعنا الكاتب الممتاز، أخاف عاد إذا قلت الممتاز يطلع كأنه قينا ممتاز، مش ممتاز، وهو ممتاز برضه، الأستاذ عبد الله ناصر عتيبي الكاتب جريدة الحياة، مساك الله بالخير. لا هو ممتاز. أخيرا معنا الشيخ والمستشار المحامي والمستشار الشرعي الشيخ حمود الناجم، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بضيوف الكرام وبكم، وإلى موضوعنا الأول. التحالف العربي قاتل الأطفال، هكذا خلص تقرير الأمم المتحدة وأمينه البالغ القلق، وهكذا كشف مون هشاشة منظمته. فمن يجند الأطفال ويقتل على الهوية ويمارس الإرهاب أصبح على قدم المساواة مع من يعمل لحمايتهم. تقرير صادم يضع الكثير من الاستفهام حول طريقة جمعه للمعلومات وتوقيت إعلانه، والأهم نسبه لقرارات صدرت عن الجهة ذاتها. أستاذ قينان، كلنا سمعنا طبعا ما حدث والتقرير اللي صدر، السؤال يعني إيش النتائج المتوقعة التي يمكن أن تنعكس من خلال هذا التقرير على مثلا الشرعية، الحكومة الشرعية؟ أنا أعتقد أنه أولا تقرير ما يعني ما في تفاصيل أو باكجراوند نقول أنه الأمم المتحدة كيف أعدت هذا التقرير، من فين استقت معلوماتها؟ يقال انهم الحوثيين انفسهم. طيب اذا بالحوثيين انفسهم، فكانما التقرير يقصد المحاولة القائمة في الكويت للوصول الى حل سياسي. يعني كانما هو ضرب لهذا الاجتماع او المشروع او المحاولة اللي هدفها ايجاد حل سياسي. ثم الآن التحالف كمله الآن. طيب وين الأمم المتحدة هذه؟ يعني تو صحي بان كي مون يعمل هذا التقرير؟ طبعا أنا هذا الكلام لا أنفي أنه دائما الحرب لها ضحايا من الأبرياء ومن المدنيين، هذا شيء مؤكد، لكن ليست بهذه الصيغة. هو كأنه هنا التقرير حق الأمم المتحدة كأنما يقول أن التحالف بقيادة السعودية هدفه قتل أطفال اليمن ولا لا، هذا ما هو صحيح. ممتاز. أستاذ عقل، أيضا على فكرة العميد ركن أحمد عسيري علق على هذا التقرير بقوله أنه التقرير لا يخدم المشاورات التي تتم حاليا في الكويت. الغريب أنه بالفعل كان يجب أن يشير التقرير إلى المعلومات ومصادرها. أولا يعني الحديث في السعودية يستهدف من إذا سنتحدث عن التقرير؟ نحن نريد نقنع من؟ نقنع السعوديين ولا القوى العالمية؟ إذا كنا يعني أشعر أنا من أمس أن المتحدثين كأنهم يبي يقنعون السعوديين أنهم مظلومين. طيب أنا أعتقد إيش المطلوب؟ هيا نحن في هنا في برنامجنا نبغى نتحاور عن الموضوع، بس نتكلم عن المسؤولين الرسميين. أنا أعتقد أنه لا، حتى المعلقين السياسيين يعني أنا أعتقد أنه يعني الفكرة يجب أن تكون أكثر واقعية في الحديث عنها. بمعنى أنا اليوم جايني يعني دعوة لهاشتاج أنه منظمة الأمم المتحدة إرهابية. يعني معقول يعني في أحد يفكر وفي حماس ضد الأمم المتحدة؟ ما فينا نصير ضد الأمم المتحدة حتى لو ارتكبت حماقة. علينا أن نتحدث مع الأمم المتحدة بلغة مختلفة تماما. طيب عقل، ما قلت ليش المطلوب من المسؤولين والمعلقين؟ أول شيء أن يتوجهوا بالكلام، ولا أن الكلام يكون للرأي العام الدولي، نتحدث عنه، نتحدث عن ماذا جرى، كيف بعدين كيف؟ أساسا السعوديين ما دروا إلا يوم صدر القرار. ليش؟ وين وين الخارجية السعودية؟ وين مندوبنا في الأمم المتحدة لما كانت المفاوضات على هال والإعداد للتقرير والتصويت عليه؟ وين نجي نقول يقولون صدر أمس إن إحنا صرنا في التحالف في البلاك ليست؟ ما حد يمدينا نسوي شيء. شو نقول؟ ننكس على اللي يسوونها الناس.
نبي ندافع ونبي نتحدث بشكل صح. الأشياء ما نجيبها بعد ما تحدث، مجرد ما يبدأ التقرير في الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، حقوق الإنسان تناقش في جنيف، نسمع إذا صدر قرارات عنا. ما يعطون الناس يا أخي فرصة يشاركون، بس نص المتأخرين زي ما خلينا نشوف عبد الله العتيبي إيش رأيك، يعني تعليقك على كلام عقل، وأيضا هل يمكن الربط بين تقرير واعتبار الخارجية الأمريكية أن الحوثيين ليسوا أو لا يمكن أن يكونوا منظمة إرهابية؟ الحوثي إحنا نقول إنه مش منظمة إرهابية. إيه. مدام إحنا جلسنا مع الحوثي على طاولة واحدة. إيه. فمعنى هذا اعتراف بالحوثي في النهاية. أنا أعتقد إنه من المبكر يعني ربما المسألة هذه تكون في الوقت الحالي، لكنه المفاوضات اللي تجري الآن بالكويت هو اعتراف الآن بأن الحوثي ليست منظمة إرهابية. إيش تعليقك على كلام عقل؟ أتفق قلبا وقالبا. إيه. وأقول يعني الأمم المتحدة اليوم العصر مثلا أدانت قصف الحوثيين لتعز مثلا، صحيح يعني، لكن إحنا يجب أن لا يكون سلوكنا سلوك رد فعل وأيضا ما يدار في التواصل الاجتماعي، يعني إحنا ما يجب أن يكون سلوكنا سلوك تعليقات في التواصل الاجتماعي المتحدة إرهابية مش عارف إيش غير منحازة. إحنا يجب أن يكون لنا دور. ما هو الدور؟ 12 دولة في التحالف العربي، لماذا لا تشكل هذه 12 دولة لجنة تحاور الأمم المتحدة؟ يعني العميد أحمد عسيري يقول قبل فترة أن مسكنا 52 طفل أعمارهم من 8 إلى 15 يشاركون مع الحوثي، لماذا لم يعمل فيها تقرير هذه وترفع الأمم المتحدة؟ ممتاز. يعني لماذا لا نكون نحن على اتصال مستمر بالأمم المتحدة فيما يحدث من خروقات وانتهاكات يعمل الحوثي؟ هنا يجب أن يكون موقفنا الحقيقة، مش يكون موقفنا فقط غوغائي والأمم المتحدة، يجب أن يكون عمل مؤسساتي. إيش تعليقك شيخ محمود؟ طبعا هو مو بالمناسبة مو بتقرير، هو يعني ليس بتقرير متداول في هيئة الأمم وعرض على الدول الأعضاء بحيث أن يجري التصويت عليه. يعني الكلام اللي قاله عقل لسه سيعرض، لا هو يعني لم يأخذ صفة العرض على الدول الأعضاء بحيث يعتبر هذا التقرير ورقة تقدم إلى أعضاء هيئة الأمم المتحدة ويتم مناقشتها. إذن هو بس كلام، هو التصريح، شوف التصريح الإعلامي هو بمثابته حكم الخبر. أنت عندما تسمع خبر إما أن تصدق هذا الخبر وتؤيده وتقتنع فيه، وإما أن تأتي بحجة تدحض هذا الخبر وتبعده عن أصله. أنا يبدو لي بما أن صدر من سكرتيرية الأمم المتحدة أن له علاقة كبيرة فيما يدور في المفاوضات في الكويت، وأعتقد أن ما قدم أو ما تم طرحه من الشرعية اليمنية في المناقشة في المفاوضات في الكويت لم تقنع هيئة الأمم، وبالذات لم تقنع سكرتيرية هيئة الأمم. ويبدو للنقاش يدور على السلاح، احتفاظ الحوثي بسلاحه فيما يجري مفاوضات. أنا أعتقد أن هذا ليس هو الخبر الذي يكشف حقيقة ما يدور من قوات التحالف في اليمن، وإنما هو ما يتم مناقشته من خلال المفاوضات على الحوثي. بدليل احنا اتفقنا الآن أنه لم يعرض على الدول الأعضاء، وإنما هو خبر أرسله سكرتيرية الأمم المتحدة في هو خبر إعلامي. أيوة. يعني هو خبر صحفي إعلامي، والخبر الصحفي الإعلامي دائما يقبل يعني المناقشة ويقبل الضد. والعميد العسيري عندما يعني جاء رده، هو حقيقة رده يعني كأنه يقول أن بإمكان هيئة الأمم أن تطلع على ما لدينا من أوراق ومستمسكات قبل أن تصدر هذا الخبر الإعلامي. أنا لا أخرجه عن هذا يعني هذا الحيز، ولا أعتبره حقيقة التمثيل الحقيقي لمصداقية هيئة الأمم. في نقطة هذه أضيفها بس. تفضل. كأنما أنا من كلام الشيخ الناجم ومن متابعتي يراد لحزب اسمه أنصار الله أن يكون مثل حزب الله في لبنان. يبدو هذا. فاصل ثم نعود إليكم. أوروبا خط 2 في رمضان على خليجية، عيشوا معنا معنى رمضان.
أهلا بكم من جديد إلى موضوعنا التالي. أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفاصيل إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030 بشكل متكامل بعد تطويره، والذي يتضمن 3 مستويات لرسم التوجهات وتطوير الاستراتيجيات وتنفيذ الرؤية. أستاذ عبد الله، كيف تشوف الخطوات الأولى لتنفيذ الرؤية، رؤية السعودية 2030؟ أيضا يتوقع على فكرة أنه تعلن تفاصيل من خلال أيضا عقد مؤتمرات صحفية لبعض الوزراء، يقولوا يمكن يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، يعني بعد يومين. بس إيش قراءتك للموضوع؟ والله سمعنا أنها راح تكون، يعني المبادرات راح تعلن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء القادم، وأنا أعتقد أن الحوكمة اللي ذكرت قبل يومين وثلاثة أيام متعلقة بالمبادرات، يعني مش متعلقة بالرؤية، متعلقة بالمبادرات التي ستصل بالمجتمع وستصل بالدولة للرؤية. أنا قرأت جزء أجزاء من الحوكمة التنفيذ أو الوصول للمملكة إلى الرؤية، يعني هذا كان بالنسبة لنا قبل 3 سنوات 4 سنوات 10 سنوات كان حلم أن المملكة تصل إلى صحيح. إلى ما وصلنا إليه الآن من يعني قوانين ستصل بالمملكة إلى منطقة يتمناها الجميع. لكن أنا كنت أتمنى شغلة بسيطة، دائما يقول نجعل الأمور بسيطة، دائما حتى في الشركات، في عمليات الشركات ولا عمليات الحكومة، دائما تراجع هذه العمليات لجعلها بسيطة. الرؤية وكان الحوكمة كانت من وجهة نظري معقدة، يعني مستويات عديدة وكذا. دائما أنا أتمنى أنهم ينحوا إلى البساطة، البساطة هي اللي تساعد العمل، تساعد الإنجاز، على التنفيذ والإنجاز. صحيح. يعني دائما حاول دائما تبعد الشغلات الزائدة من عملية الحوكمة أو من عملية مراقبة التنفيذ. مسألة أخرى أيضا، الآن الحكومة تراقب عمل الحكومة، هذا جميل، هذا كنا نتمناه. نتمنى أيضا أنه يدخل أيضا الشعب في مراقبة عمل الحكومة من خلال مجلس الشورى، من خلال مش مجلس الشورى بشكل بوضع الحالي، مجلس الشورى المتخيل أو بمؤسسات المجتمع المدني. أيضا صدر لها قانون أعتقد قبل يمكن أشهر، لكن نتمنى تنفيذها. وعلى فكرة مؤسسات المجتمع المدني ليس فقط دورها مراقبة الدولة والضغط على مؤسسات الدولة، لا، أيضا أنا أعتقد أنها ستنقل المجتمع من الاقتصاد الريعي، الاقتصاد الأبوي، إلى الاقتصاد المنتج. يعني عملية الانتقال لاقتصاد المنتج هذه فيها ألم، ألم للناس، ألم للمؤسسات. من القادر على أنه ينقل هذه بكل سلاسة؟ من أنا رجل جالس أسلم مرتبات أو أعطيات أو بشكل الوضع الذي يعيش السعوديين وتعودوا عليه بشكل عام خلال السنوات الماضية. الآن سينتقلون إلى وضع منتج، يجب أن يكون لك دور في الإنتاج لكي تكون على هذه الأرض، لكي تعيش مرتاح على هذه الأرض. فأنا أعتقد من سيستطيع أن ينقل الناس بسهولة وسلاسة إلى وضع الاقتصاد المنتج هي مؤسسات المجتمع المدني، لأن لها خطين، خط مع الناس وخط مع الحكومة. ممتاز. شيخ حمود، إيش رأيك المبادرات أيضا المقدمة التي ستقود إلى جعل الرؤية واقعا يعني ملموسا، مثل ما قال الأستاذ عبد الله، بالفعل تحتاج إلى رقابة الحكومة، وهذا شيء جيد ويبدو أنه واضح، لكن أيضا رقابة الناس والمتابعة والانتقاد والمعالجة في كل مرحلة؟ طبعا هي يعني تسميتها مبادرات محل نظر، هي خطط، لأن المبادرة تكون قبل الاعتماد، عندما تعتمد تصبح خطة وورقة يعني تنفيذ معنية بها الجهة التي تشرف عليها. لا، هو قصد أنه يعني كل قطاع قدم يمكن مبادرات. لا لا، أنا أقصد يعني كفكرة، يعني أنا ما أتكلم عن يعني عن ذات اللغة. طبعا الحوكمة هو كثير من اطلعوا على نصوص وميثاق الرؤية تبين له سؤال كبير جدا، يعني لابد أن يكون هناك جهات معنية لتنفيذ خطط هذه الرؤية. بما أن هناك وزارات وكل وزارة لها اختصاص، كل وزارة مطلوب منها حقيقة أن تقوم بعمل معين، هذا يقتضي في الحوكمة أحيانا التعديل، أحيانا الدمج، أحيانا يعني نزع الاختصاص من جهة يعني وإعطائه لجهة أخرى. أكثر من يسأل عن الرؤية هم الشباب، وأكثر من أبدأ يعني حماس وحماس ونقاش يعني فيما يتعلق بتنفيذ الرؤية هم الشباب. أول مشكلة يبدو لي يتساءلون عنها الشباب هي مشكلة الإسكان. مشكلة الإسكان يعني باعتبار أنها أصل يعني هو يستفيد من شخصين المردود السريع لهم
يعني في في مطلب الحياة، في معيشته، في مستقبله. أنا لا أظن حقيقة بأي حال من الأحوال أن نصل إلى رؤية بالمعنى التي يعني تريدها الرؤية ما لم يكن لدينا ورقة تنفيذية حقيقة لكل وزارة. يعني أنا عندما قرأت الرؤية قرأتها خطوط عريضة، لكن عندما تمعنت فيها وجدت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط كان يفترض في الأساس أن هي التي تعلن مثل هذه الخطط، الآن أصبحت هي جزء أصيل في تنفيذ الرؤية، وبالتالي أصبحت كل وزارة معنية بتنفيذ هذه الخطة. يعني وزارة الإسكان لديها برنامج يجب أن يعلن ويجب أن نطلع عليه، وزارة الصحة لديها برنامج ولديها حوكمة يجب أن يعني أن يناقش وأن يتم الاطلاع عليه. مسألة تطويل الإجراءات القديمة التي يعني كانت تسير فيها الجهات الحكومية أنا أعتقد اليوم أنها غير مقبولة، وأظن وأجزم بهذا أن الرؤية لن يبقى فيها إلا من يستطيع أن يطبق وينفذ هذه الرؤية. الذي يتعذر عليه لأي سبب إن كان لا يستطيع أن يتماشى مع هذه الرؤية أنا أعتقد أن يتم الاستغناء عنها. أستاذ جنان، أيضا أنا بسألك أنت بشكل شخصي من خلال متابعتك وقراءتك وحماستك وذا، ما هي الصورة الذهنية اللي في المطلوب أن تكون عليها الرؤية في نظر جنان؟ أولا الرؤية عندما أعلنت أنا أعتقد أنه أفضل من تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان في حواره التلفزيوني، ولأنه يعني أشار إلى أشياء كثيرة ما طلعت في البيانات، ولذلك أنا عندما قرأت النصوص وحتى موضوع كلما قرأت فيها مرة أشعر أن هناك في أشياء كبيرة لم تعلن وتنتظر في التفاصيل التي ستعلن بعد. قل لي وش هي؟ ما أدري، ما أنا ما أعرف، أنا أقول إنه في أشياء لأنه هذه كلها أنا اعتقدت إنك يعني تنتظر أشياء معينة تأمل أن تكون أنا موجودة. أنا أنتظر أشياء معينة وحقول لك عليها. الأولى أنا أتمنى الآن هم في لما أعلنوا هذا موضوع الحوكمة، أنا أتمنى الآن إن الرؤية يكون لها جهاز أعلى. لو افترضنا المجلس الاقتصادي برئاسة الأمير محمد، لكن هذا المجلس لا يكون من الوزراء، يعني إما نختار له شخصيات بارزة في الاقتصاد وفي الشرع وفي في كل التخصصات أيوة. وهو يصبح المشرع المخطط والوزراء تنفيذيين. أنا أنا ضد أن نترك كما ترك الحال عطيلة السنين أن الوزارات هي اللي تخطط وهي اللي تنفذ وهي اللي تراقب أعمالها. كأنك تقول تريد أن يكون هناك رقباء على دقيقة قبل الرقباء في مخططين مشرعين هذول يعدون الخطط ويناقشونها مع الوزارة المعنية ويجيبونها ويضبطون وبعدين الوزارة تلتزم. حتى لو أعفي فلان من الوزارة وجاء فلان الثاني يمشي يكمل ما يجي يبدأ يسوي لنا خطة جديدة. هذا جانب. الجانب الآخر أشار الأخ عبد الله إلى أن الحكومة تراقب الحكومة، أنا أعتقد أنه هذا خطأ جسيم. كيف الحكومة تراقب الحكومة؟ ما يصير. لابد أن يكون هناك جهات رقابية محايدة. هذا اللي أنت تقوله هو اللي يقصد عبد الله. لا عبد الله قال إنه لا اللي هم المستشارين أو المخططين. لا لا لا, لا. يا سيدي افهمني، لازم يكون في جهة عليا مخططة مشرعة وفي جهة تنفيذية وفي جهة رقابية. الجهة الرقابية يجب أن لا تبث الحكومة بصلة. صحيح. هذه يجب أن تكون من مؤسسات المجتمع المدني اللي قال الأخ عبد الله ولا ذا. طيب في نقطة مهمة أنا أتمنى أن الرؤية تتجه لها. الآن كل اللي ملاحظينه أنه الاهتمام اقتصاد، يعني الآن اشترينا ب3.5 مليار في الشركة دي أوبر. أنا أتمنى أنه نتجه للاستثمار في الإنسان لأنه هو الأبقى. يعني ليش إحنا ما نتجه إلى استثمارات تفضي إلى أنه أبناءنا وبناتنا يتدربون ويتعلمون وتصبح زي كيانات زي أرامكو زي سابك زي يعني الاستثمار في الإنسان هو الذي سيبقى مئات السنين. أما الاستثمار في يعني ما طيب بس باختصار كيف تقصد الاستثمار في الإنسان؟ هو الاستثمار قائم من خلال إعطاءه صحة جيدة، تعليم وتعليم جيد،
اللي تقوم فيه يا أخي دريس معليش نتكلم بصراحة. لا الصحة جيدة ولا التعليم جيد. أنت هذا اللي تقصد. هذا اللي أقصده. طيب قلها بشكل مباشر. لا هي دي أنا اللي أقصده. تريد أن يكون الاستثمار في التعليم جيد. نعم. في صحة جيدة. صحة جيدة. في الشؤون الاجتماعية هذه الضمان الاجتماعي. ولا لا وذول الفئات الاجتماعية الأخرى اللي ما لهم أي قيمة الآن مساكين. ممتاز. المعوقين وال. العمي يعني كل الفئات ممتاز واضح واضح. ايش تعليق العقل الباهلي على الرؤيه وعلى ما يعني سمعته من الزملاء ايضا؟ ان شاء الله انه يجي يوم الاثنين شيء نفهم اكثر ان شاء الله. ايه انا سالني واحد امس بعد الحوكمه يعني. انا اقرا مثلكم وهذا واضح يعني كل الذي يقرا الان ويقول اللي هو يبي. بس أنا سالني واحد امس وش فهمت؟ إيه؟ قلت والله أنا مثل اللي يستلم شهادة أسئلة الامتحان. إيه؟ كل ما يقرأ كل ما يتوطس زيادة، كل ما ينعم يزود، كل ما يجي له شيء. بس إيه؟ لحد الآن يعني عامة الناس إيه؟ ما عندهم صورة واضحة وش العام يعني جمهور الشعب. طيب اخاف يا عقل يمكن الخبراء لا تزعل مني يا عقل يمكنك انت ما فهمت. ايه ممكن هذا ما هو نقص لا لا, لا ممكن يعني عبد الله فاهم لا لا ممكن جدا بس انا اشوف الناس ايه الناس يعني ما فهموا شيء هالحين. طيب اذا طلعت التفاصيل لانه هذا الحين كله ايه الكلام اللي يكتب هذا مقدمه ايه مقدمات يعني كلام الناس تعرف يبون يعني ما شاء الله شافوا وش شافوا من الرؤيه زيادة الماء زيادة الكهرب هذا يحطون مع الرؤية الناس مصالح والمباشرة ما لها علاقة في الرؤية المجتمع لا ما لها علاقة مجتمع الشعب هذا اللي توجه له الإعلام دقيقة 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 أقول أنا الضخ الإعلامي الآن للناس هو حتى يفهموا. طيب الناس فهموا هذه وش تقول ليش تفهمون انه شو اسمه يعني الان هم يقول ما قلبنا شيء يقولون ما قلبنا شيء قلبنا الزيادات الزيادات. طيب وش تقول للناس تقول غصبا انتم غلطانين. انا اعتقد يعني بس باختصار انا اعتقد ان الحديث عن الرؤية لا يمكن ان يكون بهذا الاسلوب باي حال من الاحوال. يعني انا شفت ردة الفعل عليها وشفت التعليقات اللي عليها وذكرت لك قبل قليل يعني شريحة الشباب التي هي متفائلة كبيرا فيها تفاؤل كبير جدا يعني لكن مسألة اني انا ساطلع وساعلم يعني على كل تفاصيلها انا اجزم لك ان كل وزير من من الوزراء الاعضاء يعني لا يعلم ما هي خطة الوزارة الأخرى حتى يطلع عليها ويقرأها. ليش طيب هذا غلط؟ لا مو بغلط لا مو بغلط الاختصاص مهم جدا. هو الاختصاص مهم بس أيضا أنا أقصد ليس العلم ليس العلم في حد ذاته إيه؟ التفصيلي اليقيني ما الذي سيتم بعد 10-15 سنة يجب أن يكتب في ورق الخطط لا لأن فيه لازم يصير فيه انسجام وتكامل أيضا بين الخطط الاستراتيجية هي كلها خدمة الوطن. الخطط إيه؟ الاستراتيجية هي نتيجة وبداية مقترحات ثم حوكمة ثم دراسة إيه؟ ثم إعلان الخطة وتنفيذها هذه ولا يمكن أن تكون الرؤية التي مدتها 15 سنة ولا 20 سنة يمكن أن تختزل في شهر ولا في شهرين ولا في ثلاثة. أنت تذكر الحديث الأمير محمد بن سلمان عندما تكلم عن الرؤية وذكر أن يعني في هناك خطط ربما أن ما تظهر أثارها إلا بعد 5 سنوات أو 3 سنوات وهكذا يعني. لا بس أنا أعتقد أنه الآن مع المجلس الاقتصادي ولذا صاروا يلتقون كثير وبالتالي صار فيه رؤية موحدة وانسجام بين الوزراء. أنا متأكد طيب. أنه يعني أضرب لك أي. مثال الآن أي. يعني على سبيل المثال التدخل لما زادت سعر فاتورة أي. المياه التدخل السريع في تعديل هذه الفواتير وإرجاعها وإعادة دراستها هذا ما هو بثمرة جيدة إلا ما هو بثمرة جيدة لا من ثمار المجلس الاقتصادي لنا بينما كان المفترض يعني والطبيعي أنها بتقدم شكاوى وتقدم اعتراض بس أنا عندي ملحوظة يا دكتور إذا أذنت لي إذا استمر الآن بعد الرؤية إذا استمرت الوزارات هي التي تخطط وهي التي تضع برامجها وهي التي تنفذها أنا أعتقد لن نتغير لا إن لم يكن شوف إن لم يكن فيه جهة عليا زي المجلس الاقتصادي بس ما يكون له علاقة بالتنفيذيين إلا يجون التنفيذيين كمستمعين أو كمناقشين ماشي لكن لابد أن توضع خطط استراتيجية وكل وزير تعطى في يده بعد ما يناقشونها معه ويقولون له تنفيذ صحيح. حتى إذا جاء وزير خلف بعده ما يجي إحنا الآن شوف التعليم الآن إحنا من حوالي 40 سنة كل ما جاء وزير
رمى الملفات طيب القرارات وبدأ الأخيرة والصحة لا اسمعك كله القرارات الأخيرة التي تمت والمجالس التي شكلت يعني المجلس التعليم الذي أصبح برئاسة الدكتور مساعد العيبان ماشي الذي هو جزء من عمله الأصيل لمراقبة سياسة التعليم ماشي هذا ما له علاقة في التعليم هذه وزارة تقوم وتشرف على التعليم يعني بشقيها العام والعالي وهذا مجلس يناقش ويرسم سياسة عليا المجالس التي تشرف على مثلا مجلس الإشراف على الغذاء والدواء التي عين أخيرا هذا ليس له في تدخل في عمل الهيئة التنفيذي إنما هو يراقب السياسة التنفيذية لهذه الجهة أنا أعتقد من أنجح المؤسسات سؤال يا دكتور من يضع هذه السياسة أنا الآن ماشي إذا الآن أنا الوزير هذا وزير تعليم مثلا وعضو في المجلس الاقتصادي ورئيس اللجنة العليا هو نفسه لا أنا أقول من أيش أنا يبدو لي المجالس الحالية لا المجالس الحالية مشكلة تشكيل آخر يعني ما تغير الربيع الآن توفيق رئيس الغذاء والدواء وهو وزير الصحة لا مجلس ليس له علاقة وأنا أريد أن أختم بها الغذاء والدواء مجلس إدارة مجلس إدارة التعليم غير أو الصحة غير لا غير مجالس أخرى هذا مجلس يعني مجلس إدارة وزارة هو فقط هي بسيطة المسألة أنا أقول إنه لا نترك الوزير ووزارته هم اللي يخططون هم اللي ينفذون تقول بس باختصار كل التحول كله ما في أي شيء للسياسة كيف يعني في بلد تتحول بها الحجم السياسة كلها محيدة بس مجلس آخر هذا يا أبو مهند مجلس آخر هذا في مجلس آخر مجلس آخر ما سمعنا شيء عن السياسة شو مجلس آخر عارفين كل يوم أسبوع يجتمع لكل شهر طيب فاصل ثم نعود إليكم أهلا بكم إلى طموح الإنسان إلى الإسكان أطلقت وزارة الإسكان حزمة تعديلات على مواد في لائحتها التنظيمية تضمنت التضامن بين أفراد الأسرة للسداد وتحديد مبالغ الغرض السكني بناء على كلفة المسكن وتحديد فترة السداد للدفعة الأولى فضلا عن استبدال بنود المادة 25 من لائحة الإسكان التنظيمية التي حددت مبلغ الإقراض السكني بناء على كلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بشرط ألا يتجاوز المبلغ قدرة المتقدم أو المتضامنين المدرجين في تضامن السداد. شيخ حمود إيش رأيك في التعديلات؟ يعني طبعا هي وجدت يعني رأيين مختلفين بين مؤيد ومعارض يعني أنا أعتقد هذه التعديلات ليس فيها مصلحة واضحة ويبدو لنا تعديلات ورقية يعني على خطط أكثر من كونها تنفيذية في الواقع الآن البنوك لديها إشكالية كبيرة في عملية التمويل البنك لا يستطيع حقيقة أن يمول الآن إلا بعد أن يدفع المقترض 30% ما هو المقترض لو عنده 30% من قيمة الفيلا ولا قيمة هالمسكن اللي بيشتريه ما احتاجها يعني اللي سيشتري بيت بمليون ريال لازم يجيب معه 300,000 وعنده 300,000 شراء لقطعة أرض ودبر أمورها يعني بقروض ولا مديونيات البنوك شريك أساسي في عملية تمويل المسكن شئنا أم أبينا وزارة الإسكان لابد لها أن تقيم شراكة حقيقية وهي بدأت فيها حقيقة من بعض البنوك لكنها لم تراقبها والبنك إذا لم يراقب هو حقيقة يعني سيتوحش ويعني يستطيع أن يكتب السمة ويوقف يعني حسابات ويوقف خدمات ويعلق يعني تعليق على كافة الخدمات وزارة الإسكان يلزمها في تقدير الشريكين شريك مالي وتمثله البنوك وشريك عقاري ويمثلها المطور طيب. هذا يبدو لي خطة أصلية وأنا أعتقد أن هذا الأمر بسيط يعني الناس قديما كانوا يأخذون القرض ويعمر وأعتقد ما عنده إشكالية كبيرة لماذا هذا التعقيد الكبير؟ يعني أنا إيش رأيك؟ يمكن وزارة الإسكان كأنها تختبر يعني ردود الفعل يعني بهذه التعديلات أو أنها ماضية إلى تطبيقها عندما جاء الوزير الحالي وأطلق كلمته الشهيرة إنه أزمة ثقافة طبعا يعني الناس اللي فهموها سلبا واللي فهموها إيجابا واللي لكن الحقيقة إنه صدق إنه إيه صدق
إن لأن وزارة الإسكان الآن الاسم الطبيعي الذي يجب أن يطلق عليها وزارة الطلاسم. كل أسبوع طالع ببيان هم ما هم فاهمينه. أنا متأكد الوزارة نفسها لو تناقشهم من الوزير إلى الخفير هم ما هم دارين. أنا أقترح وأرى أن تلغى وزارة الإسكان وأن تأخذ المليارات وتعطى لصندوق التنمية العقاري عشان يسرع السرعة هذا اللي الناس ماشيين فيه، وتعود المياه إلى مجاريها، تتولى البلديات توزيع هذه الأراضي، تجهيزها يعني البنية التحتية، وتوزيع منح للناس برضو بالدور زي ما كان، وكفى الله المؤمنين شر الإسكان. الوزارة هذه طيب. ما لها داعي نهائي ورب الكعبة. أنا أشعر أنه ما لها داعي، وإنها إنها الآن هي ستدخل الدولة والحكومة في أزمات لا أول لها ولا آخر. على الحل خلينا نشوف رأي عقل إيش رأيك. أنا طبعا أتفق معه، بس أنا بذكر الناس ليش ليش صارت أزمة الإسكان. كلنا سكننا من البنك العقاري، كل هالجيل اللي الآن في السبعين والثمانين كلهم سكنوا من البنك العقاري. طيب بنى المملكة طيب يا أخي البنك العقاري، جانا فلوس الدنيا. ما جاءوا الناس اللي يديرون وقالوا حطوا فلوس علشان ما يصير في الصندوق العقاري 20,000 يبون سكن. لو كان الصندوق العقاري كل سنة يضخ فيه كميات مضاعفة من المال والناس يأخذون بالسرعة، كان ما جاء فيه مشكلة. الحين جينا لقينا الناس ما أخذوا إسكان، جينا نبي نحل الإسكان بطريقة أصلاً عجزة والناس يفهمون شيء. وأنا حذرت من إدخال البنوك في حياة الناس. نعم. أول شيء السؤال، هل المواطن له حق بيت في هالدولة؟ له حق يأخذ بيت؟ له حق ولا ما له؟ إلا له حق. له حق. نعم. وحتى لو ما سدد أنا أعتقد أنه حق ما في، كل الناس يأخذون، كل الناس تأخذ. هالمواطن يأخذ حقه، طيب يأخذ بيت طيب من أموال هالبلد التريليونية. طيب وقفوا هالحين نكسنا ساعة، يعني تخيل على الأنظمة اللي مزينونها هالحين ويحدون الناس على البنوك. طيب تبي تحط الناس في سمة باتر عقب 10 سنين؟ إيه صح. البنك بيحطهم في سمة يا وين تبي تروح؟ لا يا أستاذ عقل لحظة بس يا أستاذ عقل، في سؤال من فهم أنت أو أنا أو أي مواطن الآن، قل له فهمنا اللي أعلنت وزارة الإسكان الآن وش هو؟ طيب بس لأن الأستاذ عبد الله بأجيله أحذر، لا أزال أعتقد بأن الإسكان بالذات البيت ربط في أي بنك إن شاء الله تدفع الدولة كلفته على 500,000 تدفعها بسلامة المواطن حقه يا أخوي. ما يعني يعطونا 500,000 ويخلونا على هالنظام، ويعني إنه موجود وعنده والبيت والبيت راهنت هالدولة مثل الأول، بس يضخون ملايين ويخلون. حتى الآن الأعمال ستنتعش، يعني لما يصير الناس يبنون وهم الآن بيعطي شركات البناء، حتى الناس اللي أصحاب الدكاكين والمقاولات ما حيأثر في البلد. ولا أنجزوا ولا مشروع الآن لقى قبول عند الناس. وزارة الإسكان الآن ما سووا من يوم بدأوا من الوزير السابق إلى اليوم، الناس حول التحول والإسكان يجيهم معلومات يضخون معلومات، لكن الناس ما مقتنعين انه بيسوون. ما يفهمون يا اخي. خلينا نشوف. ايوه تفضل استاذ عبد الله. ليش الناس غير مقتنعين؟ اي لانهم في ممانعه ضد وزاره الاسكان. حتى لو كانت في قوانين كويسه، حتى لو طلعوا انظمه كويسه، الناس ما راح تقبل. كيف تخرج وزاره الاسكان من الممانعه؟ انا اقول لك وعدم الرضا. انا اقول لك يجب ان يكون في تحسين صوره وزاره الاسكان. يجب ان يعمل المسؤولين في وزاره الاسكان على ان وزاره الاسكان تصير مع المواطن، يقبلها المواطن خلال سنة كيف؟ تصير وزارة كويسة ووزارة من أفضل الوزارات إلى قلب المواطن. هذا واحد. كيف؟ أنا أقول كيف تتحول. كلامك منطقي جدا، ألغي وزارة الإسكان، لكن ما أبغى ألغيها أنا. أنا أبغى أحولها فقط إلى جهة مشرعة ومنظمة فقط لها في السياسات، ما لها علاقة في التنفيذ. يا حبيبي لحظة يا خلي الصندوق خلي الصندوق خلي يكمل خلي يكمل لك تتحول إلى مشرعة وتكتب سياسات، تروح للصندوق العقاري 250 مليار التي أعلن عنها في عهد الملك عبد الله تشغل في أي صندوق
لتصرف على الصندوق العقاري. كنا عايشين مثل ما تفضل الاستاذ عقل خلال السنوات الماضيه في الصندوق العقاري. حل وزاره الاسكان في الصندوق العقاري. اما انك تبني ضواحي خاصه بالمواطنين في فلل متشابهه هذه فيها مشاكل امنيه وفيها مشاكل اجتماعيه. لما تجمع اصلا الناس ذوي المستوى الواحد في مكان واحد هذه فيها مشاكل كثيره. ولا ما قدروا في بعض القطاعات لا خلينا يوزعوا وحدات في حفر الباطن ووزعوا في غيرها لكن مش هذا المهم. انا خليني اضيف شغله لحظه لا الجمعيات الخيريه لحظه بس خلوا الرجال يكمل. ايوه شغله اخيره فقط. هم قالوا انهم حيضيفوا حيعملوا رسوم على الاراضي البيضاء. شغله جيده هذه حتى قريب. انا بس اقترح اقتراح بسيط وسهل على وزاره الاسكان أنه لماذا لا يعمل أيضا رسوم على العمائر التجارية السكنية؟ يعني الآن عمارة دخلها 4 مليون، عمارة دخلها 10 مليون، عمارة دخلها 100 مليون ولا تدفع للدولة ريال واحد، بينما رجل عنده مؤسسة 200,000 رأس مال يدفع للدولة 7,000 8,000 10,000 سنويا مقابل رسوم. إيه رسوم إيش؟ رسوم سواء دخل رسوم دخل رسوم واجد يعني كثير الرسوم. لكن اللي عنده عمارة فيها 80 شقة فيها 1,000 شقة ما يدفع ريال واحد. طيب يمكن هذا يرفع الأجار. أنا أتمنى يرفع الأجار. يرفع الأجار على المواطن. ولو سيكون الفلوس اللي حتدخل على المواطن أيضا في النهاية. يعني في ناس الآن عنده دخلهم بمئات الملايين في مسألة العماير ولا يدفع للدولة ريال واحد. في نقطة يا أبو عبد الله بس باختصار لأن عشان فيه موضوع عندنا في آخر. في شيء قاله الأمير محمد بن سلمان في الحوار. قال إنه ما يجوز حتى قال لتركي الدخل قال يا تركي ما يجوز المواطن اللي راتبه 5,000 ولا 10,000 يدفع زي ما أدفع أنا ولا أنت ما يجوز. هو صادق الكلام اللي يقول الأخ عبد الله هذا لو طبق من رأس الهرم وانت نازل للنصل لهذا اللي أولا حد أدنى ينبغي أن نعمل حد أدنى للدخل نسميه هذا الحد الأدنى وشو اللي حد اللي الكفاية اللي لازم نساعد الناس فيه بعد النقطة الأخرى كل الكلام اللي قال له عبد الله جميل ما عدا كل الأشياء اللي قالها السياسات وذا ممكن تنفذ من خلال الصندوق العقاري أو من خلال وزارة البلديات. أنا والله أرى بجد وبهذا أن وزارة الإسكان لا دائما خلينا نشوف حمود آخر شيء بسرعة بس موضوع سمة متوجهة حقيقة إلى تعليق خدمات كثير للمواطنين في مديونيات وفي قروض وفي مطالبات وهذا أمر حقيقة يعني أولا في مخالفة نظامية لأن كثير لا يجوز تعليقها في حقوق متنازع عليها. إيقاف الخدمات هذا يعني أصلا إنه يحتاج إلى أمر قضائي وهذا أنا يعني لمست كثير من الشكاوى اللي جاءت يا في فواتير يا في قروض مثل متأخرة المرور يا رجل كذلك تعليق الخدمة يجب أن لا يكون إلا عن طريق الجهات القضائية ويكتب الجهات التنفيذية. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم جديد إلى موضوع التالي. شهدت القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من القرارات اللافتة خصوصا في ظل المرحلة الحالية التي تشهد فيها المنطقة الكثير من الأحداث في دول عدة وهو ما يتطلب أن يكون التكتل الخليجي أكثر تقاربا وأسرع تحركا. عبد الله أبغاك تسوي لي قراءة سريعة للثمرة المتوقعة لهذا القرار اللي أنه قادة الخليج يعقدون اجتماع دوري يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لدول المجلس. يعني هذا أعتقد أنه مفروض أنه من زمن طويل يعني مثلا الوزراء أنهم يجتمعون بشكل دوري. أنا أقول أنه مجلس التعاون الخليجي يعني تطور سريع خلال 3 سنوات الماضية وأصبح تقريبا صوته السياسي متقارب بشكل أو بآخر في الكثير من القضايا. لكن أنا أقول أنه لن يتطور المجلس بشكل يرضى عليه جميع مواطني الخليج إلا عندما يتوقف عقد القمم.
لما يتوقف عقد القمم خلاص يعني الآن يعني مثلا زعماء الاتحاد الأوروبي ما يجتمعون كل سنة، من اللي يجتمع؟ يجتمعون الجي 20 الدول الثمانية اللي ما في عمل حقيقي يعني قائم. يعني وش تقترح بالنسبة لدول الخليج؟ أن القادة ما يجتمعون، انتهى دور القادة، القادة هم اللي خططوا وأسسوا، الآن يجتمعون الوزراء بشكل شهري، يجتمعون يعمل في مفوضي الآن الأمانة بس استنى عبد الله تعرف خلينا احنا غير الأوروبيين ولا ذا، خلينا احس انه احنا يعني عندنا نظل حتى الان مجتمع عشائري ومجتمعات عشائريه، ايضا قاده الخليج يعني فيهم بينهم دائما حالات ود، وبعدين لحظه احنا ما عندنا، خلينا ايضا صريحين، ما عندنا برلمانات قويه ولا ذا، يعني الراي هو للقاده، فبالتالي اذا التقوا تذوب كثير من الفروقات. قادة الخليج هم المحكمين الرئيسيين، يعني هم على العين والرأس الجميع، كل العائلات الحاكمة في الخليج هم في النهاية المحكمين. لكن أنا أقول أنه يوجد، ليش ما يوجد برلمان خليجي؟ ليش ما يوجد مفوضية خليجية؟ الأمانة أمانة الآن، أمانة المجلس التعاون الخليجي، يعني أنا أقول دائما عبد اللطيف الزياني حمل رسائل فقط، ليش ما يكون عبد اللطيف الزياني زي أشتون كارتر، زي موغريني، فيدريكا موغريني، ولا زي يعني وزير خارجي، ليش ممتع. ما يكون لدول، ليش ما يكون دائما موجود في الأمم المتحدة؟ عقل وشي رأيك باختصار؟ أنا أعتقد أن الأمانة العامة يعني شافت أن المجلس ما قدم لا حق صندوق النقد ولا الجمارك زانت فخص زينوا هالبيان. ما ترى أنها خطوة إيجابية؟ ما راح تنتج شيء في هالقضايا العالقة اللي من يوم منشئ المجلس ما مشت صح فما بالتالي أعتقد طيب. أبا أسأل أنا أيضا، عندنا في تغريدة لسفير المملكة بالعراق ثامر السبهان يؤكد على وجود شخصيات إيرانية إرهابية بالفلوجة لحرق العراقيين بنيران الطائفية المقيتة وتغيير التركيبة الديموغرافية. إيش تعليقك على تغريدات أيضا السبهان وحضوره القوي يعني في المشهد العراقي؟ أنا أعتقد أنه السبهان كسفير للمملكة العربية السعودية أنا أقول أنه ينبغي ألا يخوض في الاتهامات، لا يتحدث إلا بمعلومات، لا يتحدث كما يتحدثون في تويتر مثل ما أتحدث أنا وأي واحد. بس هذا سفير واكيد عنده معلومة، دقيقة. إذا عنده معلومة يعلنها، لكن لا يعني كلنا أنا وأنت نعلم أنه قاسم سليماني موجود في طيب أنا بكمل تفضل. التوغل الإيراني في العراق واضح وضوح الشمس، يعني ما يحتاج أنه سبان يقول والله في إرهابيين وفي يا أخي حزب الدعوة كله إيران، الحشد الشعبي إيران. لكن السؤال هنا أنه إحنا كدول خليج وكعرب أيضا كلنا سنة وشيعة وذا، كيف ندير هذا الملف؟ كيف نتحدث عنه إعلاميا؟ يا أخي الكريم أنا أعتقد أنه إيران، الشعب الإيراني الشعب الإيراني شعب عظيم، شعب رائع، ما هو هذا اللي يشوفه إحنا مش الشعب الإيراني، هذا تنظيم الولي الفقيه. ينبغي أن يركز على النقطة هذه، أن تنظيم الولي الفقيه هذا محتل إيران محتلة عنده، واضح، وهو سيحتل واحتل العراق واحتل لبنان. فعندما يركز على الرأس، هم الآن الإيرانيين مساكين، الشعب الإيراني يبغى يخلص من هذول شو اسمهم معروف الولي الفقيه ولا ذا. على حال أنا أيضا أنا بس أنا أظن أنه حضور السبهان في رأيي كمواطن أيضا جيد، لأنه إحنا غبنا لفترة طويلة عن المشهد العراقي وتركنا للولي الفقيه أن يتنمر في العراق العربية. لا، وكثير من الشيعة العراقيين العرب هم حقيقة يرفضون الوجود الإيراني. نعم. وهم أيضا يعني وقفوا ضد الحشد الشعبي، وعندما تم محاصرة الفلوجة وضربها وقصفها يعني أعلنوا موقفهم الصحيح الصريح. إذن هو يتكلم يعني هو هنا حقيقة لا يتكلم يعني بوضوح منهج الطائفية في العراق، وأن الطائفية التي تسعى إليها إيران بوجود قوات إيرانية وليست شيعة عرب عراقيين، وهذه حقيقة يجب أن يعني توصل الرسالة إلى جميع العرب، أن الشيعة العرب الموجودين في العراق هم يقفون ضد التواجد الإيراني الذي يعني وصلوا إلى يقين أن حقيقة يريد أن يدمر العراق أكثر مما هو مدمر. خلاص تبي تقول شيء بس باختصار؟ أنصح بوجود أدوات تفضح الوجود الإيراني،
السفير يعتبر أي نص تدخل في الشؤون الداخلية العراقية. طيب على حال أنا أريد أن أقول أننا هذه آخر حلقة قبل رمضان الذي أقبل علينا، وكل عام أنتم والمشاهدين بخير. سنسكت عن الكلام المتاح إلى ما بعد رمضان، ونراكم إن شاء الله بعد العيد. بقي لي أن أشكر الأستاذ جينان الغامدي والأستاذ عقل الباهلي والأستاذ عبد الله العتيبي والشيخ حمود الناجم، والشكر موصول إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.